بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الفرقة الرابعة قسم المحاسبة كلية تجارة جامعة كفر الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل مع حضراتكم إن شاء الله محاضرات مادة التحليل المحاسبي للقوائم المالية. المرة اللي فاتت كنا خلصنا الفصل السادس والأخير من المنهج اللي كان بيكلمنا عن أساليب تحليل القوائم المالية. كنا أخذنا المرة اللي فاتت آخر أسلوبين معانا من أساليب تحليل القوائم المالية، وهي إعداد قائمة مصدر واستخدامات الأموال أو مصادر واستخدامات الأموال، وقائمة تحليل التغير في رأس المال العامل. النهاردة إن شاء الله هاخد مع حضراتكم تمرين على قائمة مصادر واستخدامات الأموال. فكر حضراتكم بالقائمة ديت ونشوف كانت بتعد إزاي، ونشوف كنا بنحتاج إيه من المعطيات والبيانات عشان نقدر نعد قائمة مصادر واستخدامات الأموال. شوف التمرين ده مع حضراتكم. بيقول لي الآتي: الميزانية المقارنة لشركة ما في 31/12/2020. ميزانية مقارنة، يبقى ميزانية عن نهاية السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة. فهو مديني هنا ميزانية، ادي البنود كلها البيان بتاعي، وادي 2020 وادي 2019، بدي السنة الحالية ودي السنة السابقة، ومديني كمان قيمة التغير بالزيادة او الايه او النقص. طيب طالب ايه في النهاية؟ طالب اعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال عن عام 2020 اللي هي السنة الحالية. طيب اذكر حضراتكم المرة اللي فاتت كنا بنعد قائمة مصادر واستخدامات الأموال عن طريق قائمة المركز المالي المقارنة. فكان بيديني قائمة مركز مالي لسنة 2020 وسنة 2019، كان بيديني قائمة المركز المالي للسنة الحالية أو نهاية السنة الحالية ونهاية السنة السابقة. ومنها عشان أعد قائمة مصادر واستخدامات الأموال كان لازم الأول أعمل قائمة المركز المالي المقارنة اللي قدام حضراتكم. فبالتالي دي طريقة تانية من الأسئلة. يبقى أنا أجيب لحضراتكم يا إما قائمة مركز مالي للسنة الحالية والسنة الماضية، وأقول لحضرتك هات لي قائمة مصادر واستخدامات الأموال. فلازم عشان تجيب قائمة مصادر واستخدامات الأموال تعمل خطوة تمهيدية، وهي خطوة إعداد ميزانية مقارنة، قائمة مركز مالي مقارنة زي اللي قدام حضرتك دي. أو ممكن أجيب لحضرتك زي التمرين اللي قدامك، أجيب لك على طول الخطوة دي مباشرة جاهزة عندك. جبت لك انا قائمه مركز مالي مقارنه، ادي سنه 2020 السنه الحاليه وادي السنه الماضيه، وادي قيمه التغير كمان حسبته لك كمان. وعرفنا المره اللي فاتت التغير في البند هيبقى بالزياده بالنقص، بالزياده لو زاد عن السنه اللي فاتت، والعكس هيكون بالايه بالنقص. فمثلا الاراضي كانت في سنه 2019 800، 2020 بقت 950، طبعا مبالغ هنا بال1000. فبالتالي الأراضي زادت في 2020 عن 2019 بمقدار كام؟ بمقدار 150، يبقى قيمة التغير بالزيادة أهو، واضح؟ وهكذا في كل بنود قائمة المركز المالي، خلاص؟ يبقى أنا جبت لحضرتك جاهزة هي قائمة المركز المالي المقارنة، مطلوب من حضرتك هي إعداد قائمة مصادر واستخدامات الأموال. يبقى بصورة مباشرة كل اللي هيحصل إنك هتجيب التغيرات اللي حصلت ده سواء بالزيادة أو بالنقص، وحضرتك تصنفها لي في قائمة مصادر واستخدامات الأموال. اي من التغيرات دي هيعتبر مصدر من مصادر الاموال، واي منها هيعتبر استخدام، خلاص. طيب واحد من حضراتكم هيسال، هيقول طيب احنا كنا بنعد قائمه مصادر واستخدامات الاموال، وعشان نعدها لازم يكون عندنا قائمه مركز مالي مقارنه، ويكون عندنا معلومتين كمان، معلومه عن صافي الربح والتوزيعات خلال الفتره، ومعلومه عن اهلاك الفتره. طيب هنا في المثال ده مش جايب لي المعلومتين دول، هل معنى كده ما اقدرش اعد قائمه مصادر واستخدامات الاموال؟ لا. لو حضرتك تفتكر اللي قلناه المره اللي فاتت، انا عندي وانا بحط مصادر الاموال خيارين، اما ان انا احط صافي الربح في مصادر الاموال وتوزيعات الربح في الاستخدامات، احط الاثنين دول مع بعض، او ما احطش دول واحط مكانهم ايه التغيرات اللي حصلت في حقوق الملكيه اللي هي الارباح المحتجزه والاحتياطيات بخلاف رأس المال. طبعا التغيرات اللي حصلت في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، واضح؟ فيبقى أنا عندي خيار من اتنين، لو متاح عندي صافي الربح والتوزيعات أحطه، طب لو مش متاحين يبقى أنا بستعيد عنهم بإيه؟ بالتغيرات اللي حصلت فين؟ في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات إن وجدت، واضح يا جماعة؟ طيب ممكن يكون موجود عندي صافي الربح والتوزيعات وما أحطهمش، واحط مكانهم التغيرات اللي حصلت في الارباح المحتجزه والاحتياطيات، صح جدا. قلنا ده بديلين، دول عند حضرتك بديلين تختار اللي يريحك منهم.
واضح؟ فأنا في المثال اللي قدامك ما جبتلكش لا صافي الربح ولا توزيعات. وكذلك مصروف الإهلاك، مصروف الإهلاك يعتبر من ضمن المصادر الأموال. فأنا ممكن أجيبه لك مباشر أو ممكن ما أجيبهوش زي مثالنا ده، ولكن أنا بستعيض عنه هنا بإيه؟ هو مصروف الإهلاك عبارة عن إيه؟ عبارة عن التغير في مجمع الإهلاك اللي حصل بين السنوات، من نهاية السنة اللي فاتت لنهاية السنة دي، إيه اللي حصل في مجمع الإهلاك؟ يعني مثلا مجمع إهلاك الآلات كان 40 في نهاية السنة اللي فاتت، السنة دي بقى 120. معنى كده إن خلال السنة بتاعت 2020 في مصروف إهلاك للآلات قدره كام؟ قدره 80، قدره 80، يبقى ده مصروف إهلاك الآلات. نفس الكلام مصروف إهلاك المباني كان 44 بقى 60، يعني زاد بكام؟ 16. واضح؟ يبقى مصروف إهلاك الآلات ومصروف إهلاك المباني 80 و16 يعني كام؟ يعني 96. يبقى أنا ممكن أجيب لك معلومة في الآخر أقول لك مصروف إهلاك الفترة 96، أو ما أجيبها زي مثالنا ده. واضح يا جماعة؟ يبقى أنا جبت المثال ده لحضرتك لغرضين. أول غرض تشوف طريقة تانية من طرق إعداد قائمة مصادر استخدامات الأموال عن الطريقة اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت، وهي إن أنا أحط التغيرات اللي حصلت في مجمعات الإهلاك وأحط التغيرات اللي حصلت في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات بدل صافي الربح والتوزيعات ومصروف الإيه؟ الإهلاك. واضح؟ الغرض التانية تشوف بداية التمرين ممكن يجي لك إزاي؟ ممكن أجيب لك زي ما قلت لحضرتك ميزانية لسنة 2020 و2019 أو السنة الحالية والسنة اللي فاتت، وأطلب منك قائمة مصادر واستخدامات الأموال. فعليك أولاً إنك تعمل الإيه؟ الميزانية المقارنة دي، أو إن أنا أجيب لك الميزانية المقارنة على طول، يبقى أنا ريحتك من خطوة. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف بقى إعداد قائمة مصادر واستخدامات الإيه؟ الأموال. هنعدها إزاي؟ قائمة قدام حضرتك أهي، أدي البيان بتاعنا، ببتدي دايماً بالمصادر، وأدي المبالغ جزء وكلي، وأدي النسبة جزء وإيه؟ وكلي. طيب مصادر الأموال لو تفتكر قلنا مصادر الأموال هتبقى إيه؟ أي زيادة في جانب الخصوم وأي نقص في جانب الأصول. أي زيادة في حقوق الملكية، أي زيادة في الالتزامات طويلة الأجل، أي زيادة في الالتزامات قصيرة الأجل، أي نقص في الأصول الثابتة، أي نقص في الأصول المعنوية، أي نقص في الأصول المتداولة. واضح؟ كل دي تعتبر مصادر إيه؟ أموال. واضح؟ طيب تعال نشوف الكلام ده عندنا. نشوف الأول الزيادة في حقوق الملكية. أرجع كده للقائمة اللي فاتت، القائمة المقارنة اللي فاتت، أدي حقوق الملكية، رأس المال أهوت كان 1500 زي ما هو 1500، مفيش تغير. الأرباح المحتجزة كانت 20 بقت 520، يعني زادت كام؟ 500. يبقى في زيادة في حقوق الملكية عبارة عن زيادة في الأرباح المحتجزة كام؟ 500. هحط هنا أهو الزيادة في الأرباح المحتجزة، مش هتجاهلها. إمتى تجاهلها وما أحطهاش؟ أيوه لو أنا حطيت صافي الربح والتوزيعات، ولكن أنا لا عندي صافي الربح ولا عندي إيه؟ ولا عندي توزيعات، يبقى لازم أحط التغير في الأرباح المحتجزة ضمن الإيه؟ ضمن مصادر الأموال لأنها زادت، يبقى 500. واضح؟ طيب الزيادة في الالتزامات طويلة الأجل هتلاقي عندك قرض السندات زاد اهو، قرض السندات اهوت كان 40 بقى 230، يعني زاد ب 190. يبقى ده مصدر من مصادر الاموال 190، ادي 190 زياده في قرض السندات. الزياده في مجمع الاهلاك لو تفتكر المره اللي فاتت ما كناش بنحط ده، ليه؟ لان كنا بنحطه على طول ايه؟ مصروف الاهلاك هنا اهو، صح؟ في بدايه مصادر الاموال. ما هو الزياده في مجمعات الاهلاك هو نفسه مصروف الاهلاك. واضح؟ يبقى يا دي المعلومة اللي متاحة عندك، وطبعا هيبقى متاح عندك دايما الزيادة في مجمع الايه؟ الإهلاك أو التغير في مجمع الإهلاك. لما نطلع فوق هنلاقي مجمع إهلاك الآلات زاد ب 80 وإهلاك المباني زاد ب 16، يبقى إجمالي الزيادة في مجمع الإهلاك كام؟ 96. فأنا كان ممكن أجيب لك تحت من ضمن المعطيات إن إهلاك السنة 96، إهلاك الأصول الثابتة عن العام 96، هي. واضح؟ طيب جبت أنا دلوقتي الزيادة في إيه؟ ها الزيادة في حقوق الملكية والزيادة في الالتزامات طويلة الأجل. أبتدي أشوف إيه بقى النقص في رأس المال العام. إحنا قلنا من ضمن مصادر الأموال أي زيادة في الالتزامات المتداولة وأي نقص في الأصول المتداولة، ولكن قلنا لأهمية معلومة رأس المال العامل أنا بجمع الاتنين دول مع بعض بحطهم تحت بند النقص في رأس المال العامل. أي نقص في الأصول المتداولة أحطه هنا، وأي زيادة في الالتزامات المتداولة أحطه هنا. طيب النقص في الأصول المتداولة أطلع فوق واشوف في الميزانيه المقارنه الاصول المتداوله اهي، دي الاصول المتداوله دي اللي عندي. طيب مين فيهم ناقص؟ اهو الاثنين دول كان فيهم تغيرات بالنقص، اللي هو المدينين نقصوا ب 10 والمصروفات المقدمه نقصوا بكام؟ ب 15. يبقى النقص في الاصول المتداوله كانوا مدينين ومصروفات مقدمه، يبقى نحطه هنا نقص في المدينين نقص في المصروفات المقدمه.
نفس الكلام اشوف الزياده في الالتزامات المتداوله، اطلع فوق ادي الالتزامات المتداوله مين فيهم زاد، الاثنين دول هم 40 و135 اللي هم دائنون واوراق دفع، يبقى احطهم هنا الزياده في الالتزامات المتداوله، زياده في دائنون وزياده في اوراق دفع، يبقى 175. واضح؟ 25 اجمالي النقص في الاصول المتداوله زائد 175 اجمالي الزياده في الالتزامات المتداوله يديني اجمالي النقص في راس المال العام الكام؟ 200. واضح كده؟ ويبقى انا كده خلصت مصادر الاموال. اجمع بقى ال 200 وال 96 وال 190 وال 500 اهم اللي هم دول في الاجمالي، يطلع 986000. 986 ده اجمالي مصادر الايه؟ الاموال. طبعا حضرتك عارف النسب دي بتيجي منين؟ كل رقم من دول على اجمالي المصادر. يعني 80 على 986 يطلع 8.11 من 100%، 500 على 986 يطلع 50.7%، وهكذا. واضح؟ طيب الجزء الثاني من القائمة استخدامات الأموال. استخدامات الأموال عكس مصادر الأموال، استخدامات الأموال يبقى أنا هشوف فيها أي نقص في جانب الخصوم وأي زيادة في جانب الأصول. نشوف كده أهو، أول حاجة عندي الزيادة في الأصول الثابتة. لو طلعنا فوق هنلاقي معظم الأصول الثابتة زادت، أراضي وآلات ومباني كلهم زادوا، ودي قيم الزيادات. يبقى إجمالي الزيادة في الأصول الثابتة 538. من ضمن الاستخدامات، أيوة من ضمن استخدامات أموالي خلال الفترة إن أنا زودت الأصول الثابتة. يعني إيه زيادة في الأراضي؟ يعني أنا اشتريت أراضي، زيادة في الآلات اشتريت آلات، زيادة في المباني اشتريت مباني، اشتريتهم يعني استخدمت الأموال في شرائهم، يبقى دي استخدامات للأموال. واضح؟ إيه كمان؟ أشوف لو عندي أي نقص في عقود الملكية، عندي أي نقص في الالتزامات طويلة الأجل، وبعدين أشوف بقى الزيادة في رأس المال الإيه؟ العامل، اللي هو الزيادة في الأصول المتداولة والنقص في الالتزامات المتداولة، عكس النقص في رأس المال العام اللي إحنا حطيناه في مصادر الأموال. يبقى أرجع فوق تاني وأشوف هل في زيادة في الأصول المتداولة؟ نرجع تاني كده ونشوف. آدي الأصول المتداولة، آدي الأصول المتداولة، هل فيها زيادة؟ آه ده وده وده، التلاتة دول نقدية وأوراق قبض ومخزون، يبقى نحط الزيادة دي. طيب الالتزامات المتداولة هل فيها نقص؟ اه ده اهو ده بس اللي هو الضرائب المستحقة. واضح كده؟ يبقى نقول الزيادة في الأصول المتداولة نقدية وأوراق قبض ومخزون، التلاتة اللي احنا قلناهم، يبقى 445. النقص في الالتزامات المتداولة هو فقط النقص في الضرائب المستحقة 3، يبقى إجمالي النقص في الالتزامات المتداولة 3، أجمع 445 و3 يطلع 448 إجمالي الزيادة في رأس المال الإيه؟ العامل. واضح؟ يبقى من ضمن استخداماتي ان انا زودت راس المال العام. طيب مجموع الاستخدامات 538 زائد 448 لازم يطلع 906 وكام؟ 986. نفس المصادر، اجمالي المصادر تساوي اجمالي الايه؟ اجمالي الاستخدامات. واضح يا جماعه؟ وطبعا النسب زي ما قلت لحضرتك 150 على 986 يطلع 15.2 وهكذا. خلاص؟ دي قائمه مصادر واستخدامات الأموال. قايمة شفناها بشكل تاني، شفناها بمعطيات تانية عشان حضرتك تتدرب وتشوف حسب المعطيات اللي قدامك تحل وتشوف المطلوب من حضرتك ايه. المرة الجاية ان شاء الله ناخد مثال على قايمة تحليل التغيرات في رأس المال العام. شكرا.